كم مرة يجب أن ألقي على مسامعك قصيدة من الشعر يا بنيك تحفظها؟ إذا سمعتها مرتين حفظتها يا مولاي. لمرتين فقط، عظيم. وأنت يا أم ليث؟ 3 مرات يا مولاي. عظيم، وأنا أحفظها من مرة واحدة فقط. إذن للشعر الدخول. إذن للشعر الدخول. السلام على مولاي أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعرف الشرط يا بني؟ أجل يا أمير المؤمنين، وإني لشاعر فحل. فحل؟ ما فحولتك؟ نظمت قصيدة طويلة. عظيم، فإن كانت من قولك جزيناك عليها، وإن كانت من منقولك لم يكن لك عندنا أي شيء. إنها لي. عظيم، آتي أسمعنا. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي، إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفا، فلاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. كفى كفى يا بني، هذه قصيدة لابن الرداد وأنا أحفظها منذ زمن. إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي، إذا انقضى عمر هذا قام ذا خلفا، فلاحت الشمس وامتدت على الناس، فقل لمن يرتجيها وغيرهم سفها، لو شئت روحت كرب الظن بالياس. سبحان الله يا مولاي، يتشابه من الشعر البيت والبيتين، أما قصيدة كاملة أقسم لك يا مولاي. لا تقسم، لا تقسم يا بني، لا تقسم، لدي من يشهد على هذا. يا غلام، مولاي، هل سمعت يا بني بشاعر اسمه ابن الرداد؟ نعم يا مولاي، فقد مدحكم في قصيدة مطلعها قل: إن الخلافة مذ كانت ومذ بدأت مرسومة بفتى من آل عباسي. يا بني، إني أحلم، إني أحلم. كلكم تقولون هذا معشر الشعراء، والله لولا أنني أحب الشعر لجلدتك 100 جلدة. طيب، إذا في حالك يا بني، إذا في حالك. أمر مولاي. والله لقد قال قصيدة جميلة. ثم حضرت جارية وألقت قصيدتي كأنها تحفظها منذ دهر. عجيب، أيمكن أن تكون قد حفظتها من دون قصد وحسبتها لنفسك؟ لست أدري، كل ما أعرفه أنني نظمت قصيدة حفظت قبل أن أنظمها. ها هو الأصمعي. السلام عليكما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما بكما أيها الأخوان؟ أمر عجيب غريب. خيرا إن شاء الله. ننظم قصائدنا من بنيات أفكارنا وخليجات مشاعرنا، نكتشف بعدها أن 3 يحفظونها عن ظهر قلب. 3 يا أصمعي، 3. وأين حدث هذا؟ في بلاط أمير المؤمنين. في بلاط أمير المؤمنين؟ أجل، لابد أن في الأمر نقشا وحيلة. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشاعر الأصمعي بالباب يا مولاي. هل يعرف الشرط؟ نعم، علمته بالشرط يا مولاي. حسنا، فليدخل. الشاعر الأصمعي أمير المؤمنين.
السلام على مولاي أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأصمعي. هل تعرف الشرط؟ نعم يا أمير المؤمنين، تماما كما أعرف الجائزة. وزن ما كتبت عليه ذهبا. هذا إذا كانت لك. هات يا أصمعي، هات يا أسمعنا. صوت صفير البلبل. هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا مع زهري لحظ المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي، فكم تيمني غزيل عقيقلي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 وقد غدا مهرولي. والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل. شممتها بأنافي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي. والعود دندن دنا لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي. والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب لي. شوى شوى وشاهشي على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي. لو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي. والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي، ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دم دملي. أجر فيها ماشيا مبغددا للذيللي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ما رأيك يا مولاي؟ رأيي في ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيللي؟ من قبيللي؟ لا والله ما سمعت بها من قبل، ولكن دعني أولا أسارلي. يا ربيع. نعم يا مولاي. الغلام والجارية في الحال يا مولاي. هل سمعتما بقصيدة أطلعها صوت صفير البلبل؟ صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، ولي ولي. اصمت اصمت قبحك الله. وأنت؟ قطعا يا مولاي. ربع الوجه هيا. ها
هات يا أصمعي، هات قصيدتك حتى نعطيك وزن ما كتبت عليها ذهبا. المعذرة يا مولاي، ولكني لم أكتب قصيدتي على ورق. فعلا ماذا كتبت؟ ورثت عن أبي عمود رخام فنقشت عليه قصيدتي وهو على ظهر ناقتي لا يحملها إلا أربعة من جنودك. عمود رخام؟ نعم، لا أذكر أنكم اشترطتم كتابة القصيدة على ورق. نعم نعم يا ربيع. نعم يا مولاي. أعطي الأصمعي وزن ما كتب عليه قصيدته ذهبا. إن فعلنا ذلك ستنفد خزائن بيت المال يا مولاي. فما العمل؟ أترضى بأن يفرغ بيت المال من أموال المسلمين يا أصمعي؟ لا، لا أرضى بذلك. ولكن بذاكرتك القوية يا مولاي قطعت أرزاق الشعراء. فماذا إذن؟ أتنازل عن حقي يا مولاي، ولكن بشرط واحد، أن تعطي الشعراء حقهم في قولهم ومنقولهم. رضيت. شكرا لك يا مولاي. السلام عليكم.